السلام عليكم خوتي، تحياتي كل ابناء وطني الغالي من الشمال الى الجنوب ومن الشرق الى الغرب، ولا ننساو خوتنا اللي في الغربه. يا برا ما هوش كيما هاك، يا برا بشويه بشويه برك. بالرحمه سعيد بالرحمه الفنان الجزائري كالعاده كالعاده، هذا اللاعب صراحه ما هوش تاع الشامبيونشيب، هذا اللاعب نتاع بريمير ليغ، مش بريمير ليغ، نتاع بيغ فايف، نتاع خمس نوادي الكبيرة في انجلترا. بالبرهان والإثبات والبيان، ما كانش هضرة كلام من أجل الكلام. اليوم هذا اللاعب، الولد هذا الجزائري، الابن الجزائري هذا، راهو يبرهن. ومن بعدها تسمع في بعض الصحف الإنجليزية يقول لك باللي بديل ويليان. شكون اللي بديل ويليان؟ شكون؟ بالرحمة بديل ويليان، بالرحمة بديل ويليان. ويليان واش عنده؟ لاعب برازيلي، هذه جنسية مفروغ منها رقم واحد، لاعب برازيلي. أما بالرحمة لاعب جزائري، هذا الاختلاف اللي بيناتهم. ويليان يلعب في المنتخب البرازيلي، بالرحمة لعب ما لعبش مقابلات كثيرة مع المنتخب الجزائري. زوج. الحاجة الثالثة، ويليان سريع بصح بالرحمة فنان. الشي اللي يديرو بالرحمة ما يديروش ويليان، شي يديرو بالرحمة ما يديروش ويليان. انا نحير والله، غير نحير نسمع ناس قال لك عايجيبوه بديل بديلو، وين بديل وين بديل؟ هذا راهو لون واسمو بالرحمة راهو دوزيام ازار، هازارد قرنوه بويليان. بالرحمة فنان يا اخوتي، بالرحمة فنان. واليوم زاد يبين، اللي ما شافش بالرحمة اليوم وشافو يتأكد باللي اللاعب هذا ما هوش غير تاع تشيلسي، اكثر حتى من تشيلسي، نروح لبعيد انا، اكبر حتى من تشيلسي. داكور هكا، لاعب فنان، لاعب يدريبلي، لاعب يخلق لك المعجزات، يدير لك حوايج ما كانش، لي بتي بون، لي دريبل، لي بيت، كيفاش البلاسمون، لاعب فنان يا خبتي، لاعب فنان حقيقة. هذا اللاعب نقارنوه بويليان ولا بديل ويليان، عيب. ما نعرفو بوالو، انا كجزائري وكمشجع المنتخب الوطني كيما حبوا يفهموها يفهموها، انا عندي بالرحمة مايسترو، مايسترو فنان. بغات تدي تشيلسي ولا ما بغاش تدي تشيلسي؟ كبير، لاعب كبير ولاعب فنان ولاعب موهوب بالفطرة. وين ويليان هذا؟ ويليان بديل ويليان، ما كانش حاجة اسمها بديل ويليان، كاين بالرحمة نقطة ورجع للسطر، ما كانش ويليان. ويليان برازيلي فقط وبالرحمة جزائري، هذا الفرق اللي بيناتهم، هذا الفرق اللي بيناتهم، ويليان برازيلي وبالرحمة جزائري، نقطة ورجع للسطر. ما كان حتى حاجة اللي تقول باللي ويليام جي بديل نتاعو بالرحمة، لا، بالرحمة لاعب أساسي ومايسترو فنان. الفرق بين الرحمة وفرق بين ويليان جنسية فقط، نقطة ورجع للسطر. اليوم بالرحمة جرون مايسترو، اليوم بالرحمة صنع الفارق، صنع الفارق، حب حب واللي كره كره. أحسن لاعب في المقابلة، مان أوف ذا ماتش. جيت تقول لي ويليان، صحيح ويليان يلعب في تشيلسي، صحيح ويليان برازيلي، لكن بالرحمه يلعب في الدوزيام ديفيزيون ولاعب جزائري، هذا الفرق اللي بيناتهم. انا نشوف الفالور تاع الجوار، نشوف التقنيات نتاع اللاعب، خليني من الجنسيه وخليني من النادي اللي يلعب فيه. لاعب فنان هذا اللاعب، اعطي له نادي كبير تكون وفر توفر فيه جميع الشروط، اللاعبين اللي معاه ملاح، مستوى عالي، مدرب مليح، الامكانيات، التحضيرات، العمل البدني، العمل البسيكولوجي، العمل التكتيكي، تشوفوا واش يطلع منه بالرحمه. زيد يعطيك اكثر من هذا الشيء، مازال يزيد بالرحمه يمد اكثر من هذا الشيء. ويليان بديل، ويليان عيب، بالرحمه فنان. واليوم بين ما كانش حاجه اسمها بديل، ما كانش حاجه اسمها بديل، ما كانش حاجه اسمها دوبلير تاع ويليان ولا احتياطي تاع ويليان، عيب. كبروا بولد بلادكم، ولد بلادكم ما يستاهلش يكون بديل وما يستاهلش يكون دوبلير. ولد بلادكم ميار جوار في الشامبيونشيب العام هذا يديها هو، الا اذا عاد فيها حوايج اخرى كواليس. احسن لاعب سعيد بالرحمه، حب حب واللي كره كره، واحسن لاعب اللي راه هذا بالرحمه اللي رايح يروح للبريمير ديفيزيون تدي غير البيك فايف، خمسه الاولين في انجلترا. ما تقوليش هل استون فيلا ويست هام والفرق هذه ما نعرفش بها. بالبرهان وبالاثبات وبالبيان، لاعب كبير، لاعب من طين الكبار، يصنع الفرق في الدوري الانجليزي، والعام الجاي تشوفوه ان شاء الله في فريق كبير
وقولوا ما كاينش بين الهضره هذه. بالرحمه غرون شابو لي موقع هوسكورد اخيرا بدا يعترف احسن لاعب في المقابله مان اوف ذا ماتش، اداها بالرحمه ويسح لاعب كبير وفنان واحد ما يشك فيه. الاوروبيين الكوالي يحكوا، المعلق الانجليزي يقول لك الكواليتي، تلقاها عند بالرحمه بيت الثالث كواليتي، الكواليتي الكاليتي يا اخوان، الكاليتي عند سعيد بالرحمه. والحديث قياس، ما كانش حاجه اسمها بديل خاوتي، ما كانش حاجه اسمها احتياطي لويليام، كان سعيد بالرحمه لاعب اساسي مش في تشيلسي، في اكبر النوادي الاوروبيه. والحديث قياس، وربي يوفق سعيد بالرحمه. في الاخير خاوتي بولقانا مع مزيد من الفيديوهات، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.